موجز الأخبار من المحور، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية أمس في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية من المحاور والطرق. وحرص الرئيس السيسي خلال الجولة على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم. ربنا يصبر والله العظيم تحتان ربنا يكمل عليك هنعمل لك كل اللي انت عايزه الله يخليك يا ابني ابوس ايدك من غير انت تقولي ابوس ايدك يا ابني ده اقوى كم من اللي شفتك ربنا يبخاطر كم خاطك يا ابني يا ام اكل ادي الحلال ويستوى عليك كل وحش يا ابني بيزمزلك لحد ابدا ولا يدخل في قلبك المرض يا ابني امين امين ويستوى عليك يا حبيبي ربنا يستوى عليك ويستوى على مين يهديك يا ابني ما تشيليش الهم والنبي يا ابني والنبي لو اقدر اعمل الحاجه دلوقتي اللي اعملها دلوقتي وانا واقف كده تعبان والله على عيني كل حاجه هتتعمل تعبان يا ابني مش محتاجه تقولي لي انا شايف على عيني تعبان يا ابني لا هنجي المستشفى كل ربنا يسوى عليك وعليك وينجيك يا ابني ويخليك مش عايز يبعد عنك ولاد الحرام اللهم امين يبعد عنك ولاد الحرام والعصيين امين يا رب العالمين يسواك على مين يهديك يا رب امين يا رب ولا يدخل في جسمك المرض ابدا جميعا ولا يذلك لحد ابدا امين يا رب يجعلك مستويا امين يا رب يجعلك مستوي كل خطوه يجي لك سلام يا حبيبي ربنا يسوى عليك يا ابني الف سلامه يا رب شوف الحاجة دلوقتي تطلع دلوقتي من هنا على عيني يا انا كنت بوقف الاتوبيس عشان اركب وزعق لواحد بقول له مش توقف الاتوبيس عشان اركب قال لي يا حاجه الحكومه جايه ورايا قلت له طيب وقفت كده لقيت اللي بيند عليه بيقول لي كلمني يا حاجه قلت له كلم مين يا ابني قال لي كلمني السيسي فروحت بصراحه انسان طيب طيب ربنا ينصر على مين يا دي وطيب جدا 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 في شهر المرض هو اللي جابني هنا وهو اللي وسع عليا وهو اللي قال لهم اركبوها العربيه وودوها على طول اقل حاجه تعملها اعملوها لها ربنا يديله صحته يا ابني. استقبل السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو مجموعة من المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية، وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن في إطار الجهود التي بذلتها السفارة على مدار الأسابيع الماضية لفتح معابر آمنة لإجلاء المواطنين العالقين في مدن خاركيف وسومي وخيرسون وماريوبول. وعبر المواطنون خلال اللقاء عن تقديرهم للجهود التي بذلتها السفارة وكذا السلطات الروسية في إجلائهم واستضافتهم وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أفضل الظروف. تابع دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بطاقة حوالي 22 ألف متر مكعب يوم بمدينة النوبارية الجديدة، وأكد الجزار أن نسبة إنجاز مشروع التوسعات بلغت مرحلة متقدمة وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء والأشجار، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصبح بطاقة 28500 متر مكعب يوم
لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة، وذلك في إطار خطط التنمية التي تنفذها الدولة. توافد المواطنون بكثافة لليوم الخامس على التوالي على المنافذ والسرادقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والمشاركة في فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقت الثلاثاء الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%. يستضيف فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي نظيره الزمالك في الثالثة عصرا باستاد 11 من نوفمبر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدور الأبطال الأفريقي لكرة القدم. وكان الزمالك قد ودع دور المجموعات بشكل رسمي عقب هزيمته الأخيرة أمام الوداد المغربي باستاد القاهرة بهدف مقابل لا شيء، وتوقف رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثالث للمجموعة. ورغم الخروج المبكر للبطولة إلا أن البرتغالي فييرا المدير الفني للفريق اجتمع باللاعبين وطالبهم باللعب بكل جدية أملا في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة للخروج بشكل مشرف من البطولة، مؤكدا أنه لن يقبل أي تهاون في المباراة الثانية له كمدير فني للفريق.